في دراسة أممية صادرة عن مركز دراسات المستقبل في بروكسل، كشفت عنها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، تتعلق بتفاصيل جديدة حول اتفاقيات الغاز والطاقة المبرمة مع الاحتلال. ووفق الدراسة، فإن الدافع من إبرام الكيان الصهيوني اتفاقية الغاز مع الأردن عام 2016 سياسي وليس اقتصادي. وأوردت الدراسة أن الاتفاقية ذاتها مكنت الكيان من حقول الغاز التي يسيطر عليها لتتحول إلى حقول مجدية اقتصادية، الأمر ذاته الذي دفع الاحتلال فيما بعد إلى توقيع اتفاقية أخرى لتصدير الغاز مع جمهورية مصر. وبيّنت أن حكومة الاحتلال تبحث توسيع اهتمامها في المنطقة لتشمل الطاقة بشكل عام والأمن والاقتصاد. يعتبر التقرير أن فكرة تحويل السلام البارد إلى سلام ساخن بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن عبر اتفاقية الغاز باءت بالفشل نتيجة الرفض الشعبي للاتفاقية. احنا نقول غاز عدو احتلال، هذا شعار الحملة. هو ليس فقط احتلال لفلسطين وهو ما نعرفه ونراه، ولكنه أيضا احتلال لمن يضع نفسه في موقع التبعية في ملفات الطاقة والمياه، وأخيرا المسؤولون عن هذا الملف والذين طالبت الحملة مرارا بمساءلتهم ومحاكمتهم ومجازاتهم عن أعمالهم في التفريط بأمن ومصالح هذا البلد وبأموال دافعي ضرائبه وبتعطيل التنمية في بلدنا. احنا وقعنا اتفاقية مع مشروع القانون حسب المادة 95 يجوز لعشرة نواب أن يوقعوا اتفاقية، وقعنا اتفاقية عدم استيراد الغاز من العدو الصهيوني، وأقر في مجلس الأمة، والنص الدستوري يقول إذا أقر مجلس الأمة مشروع قانون فيرسل إلى الحكومة على أن تقدمه كمشروع في نفس الدورة أو الدورة التي تليها. هذه كانت في الحكومة السابقة، خلصت الدورة التي تليها وراحت الحكومة، ولغاية الآن خالفوا النص الدستوري بعدم إيراد مشروع قانون عدم استيراد الغاز.